ديرفلو الذي يلعب الآن في الدوري الهولندي. أقول لك الوفاق مدرسة كما يقول، مدرسة ولادة للنجوم. وهو كذلك زميلي عبد العزيز بعد هذه الكرة الخطيرة لعناصر وفاق سطيف في آخر خمس دقائق، خطيرة خطيرة، جول أية تسديدة، أية كرة عمورة، يا له من كوتشينج بعد دخوله، لم تمر على لحظة دخوله سوى ثوان قليلة، يسجل هدفا في غاية الروعة، لم يتمكن الحارس قندوز من صد الكرة الماضية. أي أداء وأي ثقة وأي كرة وأي كوتشينج أيضا من قبل المدرب. ها هي الكرة أمامكم، ترويض رائع، شاهد حارس المرمى، أنت متوقع ومتمركز في مكانك، لعبها على مستوى القائم الثاني وسكنت الشباك، هدف في غاية الروعة وفي أول جولة، وسيكون من أجمل الأهداف التي سوف تصنف في الرابطة المحترفة لهذا الموسم. وقف ولم يتحرك زميلي عبد العزيز، هدف في غاية الروعة. أي لمسة وأي إبداع لعمورة، من لمسة واحدة سجل هدفا بهذه الطريقة اللاعب الشاب. لاحظوا استلام بشكل رائع، أخذ كل الوقت ثم سدد، كان يعرف الزاوية التي سيسدد. الكوكي يريد أن يغلق الآن كل المنافذ، وهو كذلك تبقى من ثوان فقط ولي. وهو كذلك عبد العزيز بدخول مدوار الذي تحدثنا عليه القادم من لوكسمبورغ بالدوري لوكسمبورغ من أجل غلق المنافذ الآن ومحاولة تحقيق الانتصار على الجهة اليسرى. وصلت للعوفي، مر بشكل سليم، الفرصة خطيرة للوفاق داخل المنطقة. فقلب مجريات المباراة راسا على عقب. الحديث عن عمورة الذي دخل والذي ابدع والذي احرز ثنائية، اي كوتشينج واي موهبة قادمة في سماء الكرة الجزائرية، اي موهبة استغلت وقتها ودخلت في وقت مثالي وسجلت الثنائية من هجمتين. الوفاق يؤكد قوته ويؤكد بأن عنصر الشباب ستكون له كلمة تحت قيادة العوفي. انتظروا هذا الاسم، انتظروا هذا اللاعب، عمورة يدخل ليحمل النسر الصيفي ليحلق عاليا في ملعب بلوغين بعمر حمادي، منتزعا النقاط الثلاث آخذا إياها إلى مدينة عين الفوارة. ثنائية عمورة ستبقى